المحاضرة الثانية حول موضوع الـ Numerical Methods for First Order Ordinary Differential Equation. فهي بقعة Ordinary، يعني الـ Y دلالة الـ X أو دلالة الـ T هنا، باعتبار أنه غالبا نستخدم هاي الطرق لاستخراج الـ Y with respect to T. فأوردينري بقى أنه الواي دلالة متغير واحد، والفيرس أوردر أنه دائما لهذه الطرق، يعني المفروض عندي مشتقة الأولى، أما المشتقة الثانية ما أقدر أحلها بهذه الطرق إلا استخراج صيغ جديدة، بعدين راح نعرف شلون. فبالحقيقة للفيرس أوردر عندي أربع طرق: أويلر ميثود، موديفايد أويلر ميثود، هيونز ميثود، أند رانج كوتا ميثود. كلها بيه قوانين، هاي القوانين نحفظها. فكل القوانين تحتاج بيها المشتقة الأولى دي واي أوفر دي تي، اللي نفرضها هي F كفرضية. نفرض المتغير F هي المشتقة الأولى ومشتقة الواي بالنسبة للتي. وكل الطرق نحتاج بها initial value، غالبا initial value عندما الزمن صفر، يعني نحتاج بها قيمة ابتدائية أو قيمة أولية للواي. إذا اتفقنا أنه بكل الطرق، يعني الطرق الأربعة، نحتاج F اللي هي المشتقة الأولى، ونحتاج قيمة ابتدائية غالبا هي الـ Initial Condition غالبا. هنا ليشرح لك أصل اشتقاقات هاي المعادلات، يعني من وين جت هاي المعادلات. هاي المعادلات جت من هذا القانون أو هاي الفورم اللي يخص التايلر سيريز، متسلسلة تايلر اللي تبدي الآن من صفر تنتهي إلى إنفينيتي، أو الكي هنا المتسلسلة. فمن عندي discrete points معناته نقاط منفصلة أو حدود منفصلة، معناته هذا numerical، معناته أنه T موجود بها T0 T1 T2، يعني نسويها TI T على شكل loop. وإذا كانت T على شكل loop، الY نفس الحالة. فما زال أنا دا أحل الفيرس أوردر، يعني أنهي أسوي cut off للتايلر سيريز. هذا كله بعد ما أخذه، أخذ بس إذن الحدين ويا الواي. فمن أرتبهن راح يطلع لك بهاي الصورة. هاي الحدود اللي سويتها حذف لها قيمة معينة، كلها تختزل بهاي نسبة الإيرور. فنفس القانون هذا هم شفناه وين للسبيس. من عندي بدال الدلتا تي عندي دلتا اكس اللي شفناه بالمحاضرة الخامسة. دلتا تي دلتا اكس نقدر نرمز لها اتش، او نسميها انكريمنت، نسبة الزيادة. احنا بدنا ناخذ هسه كل نسبة الزيادة ثابتة، فالفرق بين زيادة واخرى يكون واحد ثابت. هنا بعض الملاحظات على الطرق العددية بصورة عامة. بما أنه الطرق العددية هي discretization، يعني تعتمد على الفرق، فهذا الفرق لازم يكون صغير، دلتا تي
يكون صغير لمدة نحصل على stability، إنه ما يصير كراش بالحسابات بالكمبيوتيشن. والمعروف إنه الستيف او دي اي، المعادلات اللي كلش تحتاج يعني إلى دلتا تي تكون كلش صغيرة، يلا تقدر تحسب لها نيوميرك الواي، توجد لها الواي. الملاحظة الأخرى الأكيوريسي هي من الدرجة الأولى. ليش؟ لأن احنا سوينا الحذف، بس حسبنا المشتقة الأولى فيصير الحذف هنا، فالأكيوريسي للمشتقة الأولى. أما إذا تريد تسوي طرق عددية تحسب من خلال المشتقة الثانية، فراح تدخل معادلات المشتقة الثانية، فهنا الأكيورسي راح يصير للمشتقة الثانية. فالأكيورسي هي تعتمد على الترانكيشن ايرور. فهاي كل ما يخص هاي الملاحظات هنا المكتوبة. الأهم من هذا كله هي قوانين الطرق الأربعة. القانون الأول لأويلر y n plus 1 approximately equals to y n، يعني بشكل تقريبي يساوي y n plus delta t f y n t n. شو نقصد بذني؟ أقصد إنه أنت من سويت discretization لل t راح يقابلها أكيد y، فإذا ال t صفر ال y هو ال initial condition. فمثل ما اتفقنا أنه كل الطرق تحتاج initial condition. يلا نقدر نبدي ال computation، نبدي الحسابات. وإذا دلتا t صارت يعني دلتا t الأولى أخذناها، راح يقابلها واي جديدة. هاي الواي الجديدة أسميها واي ان بلس واحد. فالواي الجديدة ان بلس واحد هي الواي القديمة بلس الدلتا تي في الاف. الاف مثل ما اتفقنا هي المشتقة، هي الميل المشتقة with respect to y n and t n، يعني نسبة إلى ال y n وال t n. أقصد بها القيمة الابتدائية لل y والقيمة الابتدائية لل t. فهذا القانون نحفظه ما يخص أويلر، وراح نشوف شلون نطبقه بالمثال. ما يخص modified أويلر، راح تكون ال y يعني قانونها بهذا الشكل ينكتب، بحيث انه ال y n بلس 1 يساوي الـ initial condition y n بلس half k1 بلس k2. فنفرض انه ال n هنا يعني بدايته صفر، فراح يكون y1 يساوي y0 بلس half 1 على 2 k1 بلس k2. بعدين الاتريشن الثاني ايش راح يصير هنا؟ y2 يساوي y1 بلس نصف k1 بلس k2، y3 يساوي y2، وهكذا يستمر الى نهايه ال يعني قد التقسيمات اللي عندي. هسه modified Euler يحتاج k1 وk2. الk1 هو مشابهه للحد الثاني من أويلر. تقريبا الكيوان بكل الطرق هي وحدة، أما الاختلاف اللي دا يصير هنا بالكيتو، الكيتو هي الدلتا تي في المشتقة، بس المشتقة أعوض بها قيم ال y n بلس كيوان، وأعوض بها قيمة ال t n بلس 1. شو نقصد بها ذني؟ أقصد أنه الخطوة الجديدة للتي هنا تتعوض، وهنا الخطوة القديمة للواي زائد الكيوان اللي قبلها.
فمن أحصل على الكي 1 اللي هي الدلتا تي بالمشتقة عندما نعوض الواي ان والتي ان، أجمعها ويا الواي ان، أجمعها ويا الواي ان وصير كأحداثي. بعدين الأحداث الثاني اللي هو الخطوة الجديدة للتي، كل هاي الأحداث أعوضها بالمشتقة مرة ثانية يطلع لي الكي 2. نطلع لي الكي 2 أجمعه ويا هذا مجرد جمع يطلع لي الواي الجديد أو الواي الـ n بلس 1 عند أي خطوة. فبالأويلر طريقة أويلر ما أحتاج كي 1 وكي 2، يعني يعتبر هذا الكي 1 مباشرة يتطبق. أما بالموديفايد أويلر القانون شوي اختلف، يعني نحتاج كي 1 وكي 2. الكي 1 هو مشابه ما بيختلف، بس الكي 2 بي هاي الإجراءات أسويها. هيونز ميثود يبقى هذا الثاني الحدود نفسها، الواي الجديدة يساوي الواي القديمة بلس، هنا بدل ما نصف يصير ربع، كي 1 نفسها الكي 2 يصير في 3. الكي 1 يبقى نفس القديمة، بس الكي 2 هنا الواي ان بلس 2 على 3 كي 1 والتي ان 2 على 3 دلتا تي، هنا دلتا تي. فلازم احصل الكي 1 والكي 2 اعوضن هنا، يلا اقدر اطلع الواي للهيونز ميثود. الطريقة الاطول من هذني كلهن هي طريقة الرانج كوتا ميثود، اللي تعتبر الأكيوريسي إلها يعني مور أكيوريت، تعتبر عالية هاي. ليش؟ لأن بيها أربع متغيرات أو أربع نسميه بريدكتورز. بعدنا الكي 1 كي 2 كي 3 كي 4. الكي 2 والكي 3 تنظروا في 2 وكلها تتقسم على 6. الكي 1 مثل ما لاحظنا انه الكي 1 متشابه بثلاث طرق السابقة. الكي 2 راح يصير بها الكي 2 والكي 3 راح يتشابه بها الاحداثيات، انه الواي ان بلس نصف الكي 1 تي ان بلس نصف دلتا تي. زين، اما الكي 4 راح يصير الواي ان بلس كي 3، اند هنا يصير تي ان بلس دلتا تي. الحقيقه هي هنا دلتا تي. هنا عندي دلتا تي نصف دلتا تي، هنا عندي دلتا تي واحده. فهذا ما صار اللي صار برانج كوتا ميثود. فاحنا نحفظ هذا القانون، ونحفظ هذا القانون. طريقة استعمالهن واحد، أما البقية مجرد أمثلة وملاحظات. ما زال الفكرة عندنا واضحة إنه الكل جاي من تايلر سيريز، فنعرف إنه الدلتا جي شو تمثل، الدي واي على الدي تي هي الإف، ترانكيشن ايرور شنو هو، وهكذا صار عندي صورة واضحة. اما الكودز هنا المكتوبة ما لنا شغلة بيها هسه، ما زال ما عندنا المختبر. هاي الكودز خاصة بالماتلاب، بما انه طرق عددية قلنا نحتاج برنامج. فبالجزء الثاني راح نشوف الامثلة شلون نستخدم هاي القوانين ونحل بيها امثلة. طبعا هنا قبل ما نوصل للمثال، هنا مطيق مقارنة. هاي المقارنة انه الرانج كوتا اللي هو اوردر من اربعة، يعني اربع بريدكتورز، اعلى من امبروفد اويلر، وامبروفد اويلر اعلى من اويلر. فنشوف نسبة الايرور بين الحقيقي والتقريبي للرانج كوتا كلش قليل.